ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ كل حاجة عايز تكتبها بيع وشراء باسمي؟ انا مش عايزة حاجة، مش عايزة اي حاجة غيرك انت يا بابا. والعقود يا ستي هتكون موجودة بكرة او بعده بالكتير، وكل المطلوب منك انك تمضيها وتتسجل على طول. ليه كده يا بابا؟ ليه غاوي توجع قلبي وتقلقني عليك؟ انت هتعمل العملية وهتبقى زي الفل. نوران انا عارف انا بعمل ايه كويس، وبعدين انا مش باخد رايك، ده قرار وهيتنفذ. كل اللي عليكي انك تعملي المطلوب منك من سكان. عاجبك كده يا طارق؟ قاعد ساكت ليه؟ ما تقول حاجه يا اخي. والله يا نورهان الموضوع ده حاجه بينك وبين باباكي، ما يخصنيش خالص. لو الموضوع ده ما يخصكش ما كنتش طلبت انك تبقى موجود معانا. انا مش فاهم قصدك يا عامر بيه. شوف يا ابني، احنا دلوقتي في لحظه فارقه، لازم ننسى كل خلافاتنا. كلها كام يوم وهدخل المستشفى وهبقى بين ايدين ربنا، والمكتوب مفيش مفر منه. شقى العمر وتعب السنين والاف البشر المسؤوله مني واللي بياكلوا وعيش من ورايا، كل دول هيبقوا مسؤولين منك وامانه بين ايديك طبعا، بعد ربنا سبحانه وتعالى. بين ايدي انا؟ انت بتقول ايه يا عامر بيه؟ طارق يا ابني ركز معايا في اللي هقوله لك. نوران يا ابني راحت ولا جت ست، مش هتقدر تحافظ على الكيان اللي انا هسيبه لها. في كتير قوي مستنيين اللحظه دي علشان ينقضوا على المجموعه وعلى كل ما املك ويدمروه، خصوصا لو حسوا انها لوحدها. عشان كده انت ما قدامكش فرصه للاختيار يا ابني. انا همضي لك العقود وهسجلها وهتشيلها معاك، واخلي نورهان تعمل لك توكيل عام عشان تستخدمه وقت ما انت عايز. ايوه بس دي تبقى شيله تقيله قوي عامر بيه. عارف يا ابني، عارف عارف انها شيله كبيره قوي، بس انا واثق ان انت قدها وجدود. بس الثقه دي ما جاتش من فراغ يا طارق، انا حطيتك في مواقف واختبارات كتيره قوي وانت نجحت فيها كلها بامتياز، وكشفت عن معدنك الاصيل الطيب. ما تنساش كمان ان انا مأمنك على بنتي، بنتي وحدتي وحفيدتي، اغلى حاجه عندي في الوجود. بس انا واثق، انا واثق انت مش هتخذلني ابدا. عامر بيه انا مش عارف اقول لك ايه بعد الكلام اللي انت قلته ده. الكلام اللي انت بتقوله والثقه دي، مفيش غير كلمه واحده اللي ممكن اقولها لك. طمن يا عامر بيه، طمن، اطمن على بنتك واطمن على حفيدتك واطمن على الامانه اللي انت بتحطها في رقبتي. ان شاء الله تقوم لنا بالسلامه وارجع لك الامانه دي زي ما استلمتها بالظبط. الامانه دي بحفظ بيها حق نورهان وسهى، وهتفضل معاك لاخر يوم في عمري. وانا تحت امرك يا عامر بيه، اي حاجه تشوف فيها مصلحه نورهان وسهى انا تحت امرك. اشكرك يا ابني، والكلام ده انا كنت عايز اسمعه منك من زمان الحقيقه. هتقل عليك في حاجة كمان. تحت أمرك؟ لا 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 لا، دي هبقى أبلغك بيها وأنا داخل أوضة العمليات. أنا هبلغك بحاجة لازم تتم في وقتها. اللي تشوفه عامل بيه؟ يبقى أنا كده اطمنت. وبعد ما نمضي العقود ونورهان تعملك التوكيل ويبقى معاك، يبقى ساعتها هعمل العملية. إن شاء الله هترجع لبيتك وكل حبايبك تنور، تنور حياتنا كلها يا بابا. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك. لا لا لا، إيه ده؟ أنا ما بحبش كده. مش عشان يعني قلت كلمتين حلوين هتقعدي تعيطي بقى وتقلبيها دراما ونكد. معلش يا عامر بيه، أصل بصراحة إحنا مش متعودين منك على الكلام الحلو. ويا ريت ما تتعودوش على كده.
ها؟ مش هي فوضى يعني. يلا يلا روحي خلي محمود يحضر لنا العشاء. يلا. حاضر يا بابا طب. ويا ترى وقت الباشا يسمح له ان هو يتعشى معانا ولا راجع لشغله تاني؟ سيادتك رايك ايه؟ والله انا رايي انك تطلع تاخد لك شاور وتجيب سهى وتنزل ونتعشى كلنا مع بعض. وانا الليله دي بالذات مش هرفض لسيادتك اي طلب. بس يا ريت يا عامر بيه ما تاخدش على كده انت كمان. حاضر حاضر يا طارق باشا. اي خدمه يا عامر بيه بعد اذنك. اتفضل.